متواصلين معكم من جديد مشاهدينا الاعزاء متابعينا الافاضل في كل مكان. انتهينا من الستة الاشواط التي مضت تهانينا وناموس لكل الفائزين معنا بالاشواط الماضية اشواطها اصحاب السمو الشيوخ اصحاب السمو الشيوخ حفظهم الله ورعاهم الداعمين لهذه الرياضة العربية الأصيلة. انتهينا من هذه أيضا الانطلاقات التي مضت ونحن الآن في انطلاقات جديدة وأشواط جديدة أشواط هجن أبناء القبائل على بركة الله وحفظه والتوفيق. ينطلق هذا الشوط وتنطلق هذه الأسماء مع فئة الثنايا المحليات الأصايل لهجن أبناء القبائل. نتمنى التوفيق لكل المشاركين. تشاركنا في هذا الشوط مجموعة من الأسماء مجموعة من الذلل الأصيلة والنوعيات والسلالات الفاخرة. نتمنى التوفيق للجميع. نتابع الصدارة والبداية والمركز الأول حفلة لعنان بن علي بن محمد الموتر النعيمي من يقدم لنا حفلة على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. بينما المركز الثاني شوشة لعلي بن ضاعن بن سعيد المسافري حاضر بو أحمد مع شوشة في ثاني المراكز. المركز الثالث القدوم من مرموقة لسالم بن سيف بن مصبح المسافري من يقدم لنا مرموقة على المركز الثالث. ننتقل إلى المركز الرابع رابع المراكز الوصول الحضور الانضمام الجميل من وصايف لسعيد بن راشد بن سالم الشامسي من يقدم لنا وصايف على المركز الرابع. المركز الخامس القادمة هنا غازية لمعيصم بن علي الهادفي يقدم لنا غازية هنا بالمركز الخامس. المركز السادس من الجانب الآخر مزون يا مزون لسعادة صالح بن محمد بن نصرة العامري يقدم لنا انطلاقة مزون بهذا التواجد الجميل والحضور الرائع. أتابع المركز السابع. المركز السابع وصلت الصريدية قادمة لعبد الله بن سعيد بن راشد اليابري يتقدم بو علي هنا مع انطلاقة الصريدية بهذا الأداء الجميل على المركز السابع. المركز الثامن الغزيلة عبد الله بن سعيد بن راشد بن سلومه الخاطري يقدم لنا الغزيلة على المركز الثامن. المركز التاسع القدوم من جرعة محمد بن علي بن عزيم المسافري وعاشر المراكز عاشر المراكز حشيمة مايد بن أحمد بن حاشم العوضي يقدم لنا حشيمة في المركز العاشر. وهنا أيضا تنضم في هذه اللحظات وتتقدم قيادة مهير بن محمد بن خميس الاكتبي قادم يقدم لنا قيادة. والوصول في هذه اللحظات من حفلة القادمة أيضا أو هناك القادمة ذخيرة طارش بن مفرح بن مطر المسافري ينضم إلى الأسماء الأولى المتقدمة. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الأعزاء ونداؤنا الأول للمراكز الأولى المتقدمة للذلل التي تسير وهنا في هذا الميدان في أرضية ميدان السوان في ميدان الأصالة. الله 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 لنا عودة إلى البداية لنا عودة إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول وإلى المركز الأول إلى من تسير بهذا الأداء والحضور الجميل. هذه حفلة بالمركز الأول لعنان بن علي بن محمد الموتر النعيمي من يطلق عنان حفلة بالمركز الأول لصدارة هذا الشوط. المركز الثاني تتقدم هنا مرموقة لسالم بن سيف بن مصبح المسافري حاضر بن مصبح المركز الثاني. المركز الثالث وصل شعار بن نصرة مزون يا مزون سعادة صالح بن محمد بن نصرة العامري يقدم مزون على مستوى المركز الثالث. رابعا مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام وصلت غازية تبغي تغزي تبغي تغزي الصدارة والمقدمة معصم بن خليفة الهادفي الاكتبي يقدم لنا غازية المركز الرابع. المركز الخامس الغزيلة عبد الله بن سعيد بن راشد بن سلومه الخاطري
قادم في المركز الخامس، المركز السادس، وصلت وصايف لسعيد بن راشد بن سالم الشامسي، يقدم وصايف على المركز السادس. المركز السابع شوشة لعلي بن ضاعن بن سعيد المسافري، والمركز الثامن الصريدية لعبد الله بن سعيد بن راشد اليابري، قادم بو علي يقدم لنا الصريدية، بينما الوصول من جرعة محمد بن علي بن نزيم المسافري، والقادمة أيضا هنا حشيمة مايد بن أحمد بن هاشم العوضي. لنا عودة إلى الصدارة، إلى المنعطف الأخير، إلى المنعطف الأخير، 1500 متر ما بقى عن خط النهاية، ما بقى عن الفوز، ما بقى عن الانتصار، ما بقى عن الانتصار. الله 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 الله، يا لها من إثارة، يا لها من تحديات. لا زالت بالمركز الأول حفلة عنان بن علي بن محمد الموتر النعيمي، والعصاف الأبطان يقدم لنا حفلة على المركز الأول. المركز الثاني مرموقة سالم بن سيف بن مصبح المسافري، من يقدم مرموقة؟ الكيلومتر المثير. المركز الثالث وصلت مزون لسعادة صالح بن محمد بن نصره العامري، قادم بالمركز الثالث. المركز الرابع الواصلة في هذه اللحظات غازية لمعصم بن علي الهادفي، ولكن لا زالت بالمركز الأول، لا زالت هنا حفلة على المركز الأول. أطلق العنان يا عنان، بن علي بن محمد الموتر يقدم لنا حفلة على المركز الأول، ولكن بالنصرة. الله 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 الله، مزون خاطفة العيون، هذه مزون تغير إلى المركز الأول، وعصاها قوس عبر السماعة لغير شعار سعادة صالح بن محمد بن نصرة العامري، أحد العمالقة الكبار هنا مع المركز الأول. هذه مزون تهانينا والناموس لأبو محمد سعادة صالح بن محمد بن نصرة العامري، وسلام مدينة العين، سلام مزون بدون أوامر، ما شاء الله تبارك الله. تهانينا لسعادة صالح بن محمد بن نصرة العامري على هذا الأداء المميز والأداء الجميل. المركز الثاني مشاهدينا الأعزاء، كانت هناك غازي محيصن بن علي الهادفي. المركز الثالث حفل عنان بن علي محمد الموتر. المركز الرابع أتتنا مرموقة سالم بن سيف بن مصبح المسافري. المركز الخامس الغزيلة عبد الله بن سعيد بن راشد بن سلومة الخاطري. هكذا كانت المنافسة وكانت الإثارة. تهانينا لسعادة صالح بن محمد بن نصر العامري بفوز مزون في هذا الشوط. تهانينا والناموس للجميع.